المتخصصة الوحيدة واللي كانت تقف فيها والمتخصصة الواثقة جدا من وصفاتها الخبيرة في التجميل حورية شويخ. صباح الخير، مرحبا بك. أهلا بك الذي أمر زالة. بارك الله فيك، بارك الله فيك. احنا صراحة كان فرحوم اللي ضيوفنا حتى هما كيرفعوا لينا معنوياتنا للحورية شوية. طبعا كان حتاج كين واحد سامبل، كين واحد الحب ما بين الضيف والكيمياء تماما، كتكون واحد الكيمياء وحدد التجانس روحي. انسجام الأرواح. شكرا لك للا كل مستمعين ومستمعي الإذاعة الوطنية داخل الوطن وخارج الوطن. وتحية كبيرة لواحد أختي عندي أخواتي بزاف، ولكن شويخ مريم عزيزة عليا بزاف، مدينة الشلون، وهي الآن في الاستماع وعندها مشكل ديال القسرة، وقلت لها اسمع باستماع البرنامج. إذا هذا ماشي غير مشكل ديال مريم واللي كنبلغوا لها التحية، ولكن مشكل ديال الكبار والصغار على الحرية شوية، حتى الوليدات الصغار يعني بواحد الشكل فظيع جدا. هل هي يعني وكما كيفسروا يعني بعض الأطباء المختصين أنها يعني ناتجة على ضغط، كذلك على شوية ديال القلق، على شوية ديال الفقصة، الوليدات اللي كيكونوا في امتحانات مثلا في هذيك الفترة أو بعد هذيك فترة امتحانات كيتبان القشرة دكتورة عفوا أستاذة حورية شويخ؟ طيب ناخذ وصفاتنا للشعر اللي هي صالحة لهذا الخلل ولهذا المشكل إن شاء الله، مع دائما التذكير أنه أي مشكل اللي متعلق يعني بالأمراض فهو يعني خاص بالأطباء اللي كيشرفوا على هذه الأمراض. هذه هي النصيحة ديالي أختيهم، هذه هي النصيحة ديالي. نعم تفضل. بالنسبة للقشرة غالبا كنشوفوها دابا وكتبان بزاف في الشفاء، هذا ناتج على بزاف ديال الاستعمالات العشوائية ديال بعض الشامبوانات ولا بعض الكريمات ولا التغذية، سوء التغذية، قلة شرب الماء، ولا كنكونوا في الغرفة سخونة وداك الشيء كينشف البشرة ديالنا، ولا كيكون التهاب في الجلد الزهاني، يعني ديك المادة داك الدهون الزائدة كتعطينا التهابات والحكة. هنا يعني كيكون ناتج على التغذية، بعد الاستعمال بعض الأدوية، ولا كذلك بعض المكملات الغذائية بدون استشارة طبية، لأن أي مكمل غذائي ما ناخذوش نستشر مع الطبيب ديالنا. حنا ما كنعرفوش شنو عندنا ناقص في الجسم ديالنا، ماشي غير كتقول لي وحدة فيتامين دي ناقص نمشي ناخذ فيتامين دي ونشربو. عندي فيتامين سي ناقص نمشي نشرب. حنا فيتامين سي عندنا موجود الحمد لله في الفواكه وفي الخضار، عندنا الحمد لله كل شيء. لا ولا واحد الهجوم يعني ديال بعض الشركات يعني أو أشباه الشركات وبالخصوص في المكملات الغذائية، ولا المغاربة متعاطين بزاف لهذه المكملات بدون استشارة طبية، لأنه حتى يعني إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده لا حرية. لا إفراط ولا تفريط. تمام. وثاني الأختي هان واحد النصيحة نوصل للمستمعات، إحنا بلدنا بلد الخير فيها كل شيء، عندنا كناخذ الفيتامينات المعادن كل شيء عندنا في الفواكه وفي الخضر وفي الجو ديالنا رائع ومعتدل. فقط أي مكمل غذائي نصحك سيدتي باش تشوف طبيب اختصاصي ويعطيك المكمل الغذائي على حساب الجسم ديالك والسن ديالك والامراض ديالك. هذه باش نبقاو هنا. طيب. نرجعوا للقشره. القشره المشكل اللي كيأرق بزاف ديال العيالات والرجال والفتيات، وكيضطروا بعض المرات يفتجئوا بعض الوصفات اللي هي كتكون يعني كتعال كتزيد خطا في خطا. انا سيدتي اليوم مادام هاد الاسبوع كنهضروا على حبه الافوكا، حنا كنعرفوا الافوكا من بين الفواكه اللي فيها جميع المكونات اللي كتحتاجها الثروه ديال الشعر، كذلك الصحه ديالنا الا عرفنا كيفاش نوظفوها سواء في العصائر ولا في الاستعمالات الخارجيه. الاستعمالات الخارجيه بالنسبه للقشره، القشره شنو كنستعملوا؟ كناخذوا الحبه ديال الافوكا، يعني كنحيدوا القشره، القشره ديالنا غنديروا بها بخاخ، نحيدوا القشره كنمشيو لديك اللب كنديرو في الخلاط الكهربائي. خلاط مع بيضه بلديه، كنمسح البيضه بلديه. اذا بيضه بلديه من الاحسن كامله بالبيض ديالها بالصفار ديالها. واخا كنمشيو للماده الهلاميه ديال زريعه الكتان. وكيفاش كنحصلوا عليها؟ كناخذوا نصف كاس ديال زريعه الكتان وكنطيبوه في كاس ونص ديال الماء. نطيبوه في كاس ونص ديال الماء. كنخليوه حتى كيغلي وكنصفيو ديك الماده الهلاميه. اذا نصفي. كنضيفوا على ديك البيضه وحبه ديال الافوكا. كنضربوا بالخلاط الكهربائي ولا الخلاط اليدوي حتى كيتجانس جانس مزيان هذه الكريمه. والاضافات اللي كنضيفوا معلقه صغيره ديال الشيح، احنا كنعرفوا عشبات الشيح كتعالج جميع التهابات اللي كتكون عندنا. مطحونه هذه مطحونه مزيان. ثلاثه المعالق كبار ديال زيت الكوك. ومعلقه ديال العظم لافوكا مطحون. معلقه كبيره عظم لافوكا كبيره.
كنطحنوا هذا المكون كنحصلوا على واحد الكريمه، الكريمه رائعه كديميلر وكمقويه للشعر وكتقدنا الافرازات الدهنيه على فروه الشعر. اذا هذا ماسك قناع للشعر. قناع للشعر، وكنصح انا دائما الاقنعه الطبيعيه خصو يكون الشعر مغسول ومرشوش بواحد البخاخ اللي هو الناس اللي عندهم القشره، القشور ديال لافوكا، ها هما القشور ديال البنانه وحده، قشره ديال البنانه وحده، قشره بنانه واحد المعلقه ديال قشور الثومه، معلقه كبيره قشور الثوم، قشور الثومه فقط، بمعنى انني شت الثومه ونحكها نقشروها صافي، قشور الثومه ونخذوا ديك القشيرات ديال الملوح، وكل ما حنا نطيبوا نقشروا الثوم نخبيو ديك القشيره ديال القشيره. نعم انا كنطيب بعض المرات بها لالا حوريه كنلوحها بقشرتها ديال، لان كل الفيتامينات موجوده في ديك القشره. تفضلي. هاد المكونات كنديروهم في كاسرونه د الماء، كاسرونه كنضيفوا معها جوج كيسان ديال الماء وكنخليهم يغليو مزيان واحد المده ديال خمسة دقائق ونصفيو داك المكونات ونضيفوا معاهم معلقه ديال زيت اللوز المر. زيت اللوز المر معلقه كبيره صغيره، معلقه كبيره. شنو الفرق ما بين زيت اللوز المر وزيت اللوز الحلو؟ غدا ان شاء الله غادي نقول لك الفرق بينات. بالنسبه لزيت اللوز المر كيكون شويه فيه بحال الناس اللي عندهم بشره حساسه واللي عندهم كيكون شويه مجهد عليهم، غير هو واخا يحسوا بداك الحكه ما يخافوش منها لان كعلاج هذيك، لان فيها الثومه بعدا خاصنا ما نساوش الثومه واللوز المر او زيت اللوز المر. اذا هذا بخاخ، هذا هو، هذه هي المكونات ديالو ياك. غير هي كنغسلوا الشعر ديالنا مزيان ونشفوا بالفوطه وعاد كنديروها نرشوا هذا البخاخ وندلكوا برؤوس الاصابع ومن بعد كنديروا هذا القناع هذا اللي هو رائع، راه كيعطي النتيجه من الاستعمالات الاولى. طيب شحال ديال الوقت في هذا القناع ديال الشعر ممكن ياخذ؟ الاقنعه الطبيعيه ما فيهاش مواد حافظه، ما فيهاش مواد كيماويه، نخليوها حتى ساعه ساعتين بدون تخوف. شنو رايك في يعني في السيدات اللي كيديروا بعض الاقنعه ديال الشعر وكتمشي للحمام وكتجلس ساعتين ثلاثه السوايع تبارك الله العيالات معمرات يعني في الحمام، فهذيك ثلاثه السوايع واش عندها تاثير على هذاك القناع وربما يعني نوعيه المكونات كذلك ديال هذاك القناع لاله حوريه شويه؟ شوف اخت جيهان، نرجعوا لهذا الحمام المغربي، كيبقى حمام مغربي عنده واحد الطقوس رائعه. ودابا للاسف انه بداو كيدخلوا علينا هاد الحمامات العصريه، راه كتحارب من الحمام المغربي ديالنا اللي هو عنده يعني فوائد كثيره على الصحه ديالنا. حنا الحمام ما خصناش نجلسوا في السخون بزاف، حفاظا على البشره ديالنا وحفاظا على الصحه ديالنا. ربع ساعة حتى نص ساعة راها كافية باش نغسلو ونستافدو من المكونات الطبيعية ديالنا، وكيكون واحد التفاعل المكونات الطبيعية على الصحة ديالنا. لذا كنصح السيدات أن أي مادة كيماوية في وسط الحمام راها مضرة سيداتي للصحة ديالها. ويقدر مع الوقت تعطيك شي أمراض اللي كيستعصى العلاج ديالها. الحمام دائما نكتفيو بالقرنفل بالورد بالحنة بالصابون يعني الآمنة الآمنة وما نخافوش منها، واللي جربوها جدودنا وجربوها مواتنا وعطات نتيجة لالا حورية شوية. بالفعل. طيب إذا قيل على الشعر وهو مضاد للقشرة كما تقول لالا حورية شوية، اللي فيه في مكونات حبة ديال لافوكا، نحيدوا لها القشرة، ناخذوا اللب في خلاط كهربائي، نضيفوا بيضة بلدية يعني بصفار ديالها والبيض ديالها، والمادة الهلامية ديال زريعة الكتان غنكونوا حضرناها قبل، غناخذوا نص كاس ديال زريعة الكتان، غنطيبوه في كاس ونص ياك لالا ديال الماء ونخليوه يغلي، ومن بعد نصفي ونضيف هذه الماده الهلاميه على ديك البيضه وداك اللب ديال لافوكا، ونطرب مزيان حتى يتجانس يعني هذا الخليط، وعاد نزيد واحد معلقه صغيره ديال الشيح مطحونه وثلاثه المعالق كبار ديال زيت الكوك ومعلقه كبيره ديال العظم ديال لافوكا مطحون، وبذلك غتكون عندي واحد الكريمه يعني كما كنقولوا نفشش شويه حتى شعري، حتى الشعر يحتاج الى الدلال لالا حوريه، ديك خصله بخصله وديك شويه شوية وديك من الأطراف يعني من الجذور إلى الأطراف، يعني كأنك يعني كتلعبي مع شي بيبي لالا حورية شوية وكتدلليها لالا حورية. بالفعل. نعم. كاين بخاخ
الاخ قلتي انه مهم جدا حتى هو اللي كناخذوا فيه قشور ديال لافوكا وقشره ديال بنانه ومعلقه كبيره ديال قشور الثوم. غناخذوا هذا الشيء كله في كاسرونه ديال الماء ونضيفوا يعني جوج كيسان ياك لا ديال الماء اييه ونخليوا هاد العناصر يغلى واحد الخمسه ديال الدقائق ونصفي ونضيف واحد معلقه كبيره ديال زيت اللوز المر. قلتي هذا البخاخ هذا ممكن اننا نكونوا غاسلين شعرنا ونشفوه بالفوطه نرش بالبخاخ وندير هذا القناع ومشي الحمام ديالي البلدي وإلا كان بريحة العود ديال لا حرية شوية غادي يكون يعني من الحمامات اللي صراحة كيريحوا النفسية. شكرا لك كتريحي النفسية دائما لا حرية شوية بهذا الوقت الطبيعي. نتمنى نكون خفيفة على المستمعين دائما وأبدا لا حرية. شكرا لك خليتك على خير.